تعالوا نحل كام سؤال بس على الدرس الأولاني، وبعدين ندخل على نراجع على الدرس التاني. أشمل مراحل التنمية يتمثل في تنمية إيه؟ السلامة. ماشي. يدخل إنشاء مصانع الأسمنت داخل الكتلة السكنية وتأثيرها صحيا ضمن اهتمامات. أوكي، هنبحث عن المعادن ونقدر كمية الاحتياطي. يستدامة. برافو، عايش. ماشي. طيب المقالي بقى، مش احنا ما امتحنتوش مقالي. ايه العلاقة بين نتائج التنمية الاقتصادية وجغرافية التنمية؟ عشان التنمية الجغرافية بدراسة الأحصاء السياسي الظروف الطبيعية والبشرية والموارد وإمكاناتها، بيدي صورة واضحة لكل حاجة يعني. ماشي، تمام، تمشي صح. طيب لا يجوز لنا في الحاضر أن نهدر موارد المستقبل، فإيه هي مجالات التنمية يمكن تطبيق هذا المبدأ؟ فأني مجال ممكن نطبق ده؟ مستدام. برافو. طيب وإزاي تحققيه؟ الحد من استهلاك الموارد. برافو، والحفاظ على البيئة. انبيه. ماشي. ما مدى مصداقية العبارة التنمية الاقتصادية السلاح ذو حدين؟ يعني ايه؟ هو عايز يعرف في العبارة دي صادقة ولا لأ، إن التنمية الاقتصادية سلاح ذو حدين. غلط. عبارة غير صادقة. طب قبل ما تقولي غلط ولا صح، قولي الإجابة. هو ليه بيتقال كده الأول؟ أنا مش عارفة بصراحة. تعرف طب يا يسر؟ طب ايه السؤال؟ ماشي، ايه السؤال؟ فين الزوم اهو. التنمية الاقتصادية سلاح ذو حدين. ان هي بتعلي مستوى دخل الفرد، وعشان هي بتدهور البيئة. صح، عايش، تمام، لأنها برضه بتأدي إلى زيادة الإنتاج، بتأدي لزيادة استثمار الموارد، ومع ده كله فهي بتأثر على البيئة. تمام، شاطرين. طيب التخطيط للتنمية له أساس جغرافي، ما رأيك؟ يلا يا حبيبي. أيوة، هي عبارة فحص إن هو بيبقى فيه وفقة تخطيط مسبق عشان التنسيق بين إمكانيات بشرية وموارد طبيعية. تمام. طيب النهارده هنراجع على ايه؟ التقنيات الحديثة ودورها في جغرافية التنمية. الجغرافيا عموما أو جغرافية التنمية استفادت جدا من الاستشارة عن بعد ومن نظم المعلومات الجغرافية، فده كله أثر عليها. طيب أثر عليها إزاي؟ يعني أثر عليها بطريقة إيجابية ولا سلبية؟ لا طبعا أثر عليها بطريقة إيجابية. دلوقتي أصبحت جغرافية التنمية هي بتساعد كل العلوم، أصبحت موجودة في كل الدول المتقدمة، لأن كل الدول المتقدمة أيا كان مؤسسة حكومية أو خاص بقوا قايمين على جغرافية التنمية، ومن خلال استخدامهم للتقنيات الحديثة زي الـ RS أو الـ GIS. طيب هو إيه التقنية الحديثة اللي أثرت على
على العالم بشكل كلي. أول حاجة الاستشعار عن بعد، والاستشعار عن بعد ده عبارة عن أجهزة تصوير. أجهزة التصوير ما بتلمس الأرض، بنصورها من خلال الفضاء أو من فوق الفضاء، وده بيبدأ إن هو يجمع لي معلومات عن سطح الأرض أو عن الكرة الأرضية من خلال التصوير الجوي. يبقى احنا عندنا قمر صناعي عادي زي ما احنا شرحناه الكرة الأرضية، وعندنا القمر الصناعي اهو بيبدأ يصور كل الكرة الأرضية ويبدأ يجمع لي عنها معلومات، وده بنقول عليه تصوير جوي أو فضائي. أمال نظم المعلومات الجغرافية هي إيه؟ هو نظام. النظام ده عبارة عن جهاز كمبيوتر أو برنامج في جهاز الكمبيوتر، ببتدي إن أنا أدخله البيانات اللي أنا جمعتها من الاستشارة عن بعد، يبدأ بعد ما أدخلها له هو يعالجها ويحللها لي. طب إيه الهدف من إن إحنا نعالجها أو نحلل البيانات دي؟ قال لي علشان تطلع لي قاعدة بيانات تساعد متخذ القرار، يعني تساعد اللي عايز ياخد قرار في إن هو ياخد قرار سليم. طيب أنا عندي كام دور في جغرافية التنمية؟ 3: بيئي، اقتصادي، بشري. لو هنتكلم عن تنمية الموارد البيئية فهنتكلم عنها في 3 حاجات: البحث والتنقيب عن الموارد المائية، يعني هندور على الأماكن اللي فيها مية، بحث وتنقيب عن المعادن، هندور على الأماكن أو هنبحث عن الأماكن اللي فيها معادن، صيانة وحماية البيئة. طب الاقتصادي، زراعة، صناعة، سياحة. البشري، عمران وصحة وتعليم. طيب تعالوا نتكلم كده سريعا عن كل واحدة فيهم. يعني أول حاجة عندي مجال موارد المائية أو البحث والتنقيب عن الموارد المائية، وده اتفقنا ان احنا هنجيبه من خلال المرئيات الفضائية، من خلال ال RS اللي هو الاستشعار عن بعد. هيبتدي ان هو من خلال القمر الصناعي يصور لي الكرة الأرضية. قال لي ان انت وهو بيصور احتمال ان يبقى في اماكن اللي فيها انكسارات او شقوق، يعني الارض اللي فيها انكسارات او شقوق، قال لي دي اماكن احتماليا يكون فيها مياه جوفية. قال لي ان معظم الدول وخاصة الدول العربية صرعت لانها بتعاني من ندرة المياه. احنا معظم الدول العربية اللي هي الوطن العربي اللي هما ال 22 دولة بتوع الوطن العربي دول بيصارعوا علشان يدوروا على أماكن فيها مية. طب ليه؟ عشان هما عندهم ندرة مياه، فبيبتدوا إن هما يستخدموا التكنولوجيا الحديثة زي الاستشعار عن بعد علشان يحددوا المية الإيه؟ موقع المية الجوفية، إذا كان آبار أو عيون بقى المية الجوفية من باطن الأرض أو أي استكشاف لأي نوع من أنواع الإيه؟ المياه. تمام. طيب البحث والتنقيب عن المعادن ومصادر الطاقة. قال لك هنا المعادن بنقدر نجيبها ازاي او بنعرف ازاي ان المنطقة دي فيها معادن. قال لي ان بتبدأ الأشعة شمس بترسل أشعة كهرومغناطيسية. الشمس اللي بترسل أشعة كهرومغناطيسية دي بتبدأ ان هي بعد ما الشمس بترسلها على الأرض، الأشعة دي بتوصل تاني للفضاء. قال لي لما بتوصل تاني للفضاء بتدي ألوان، فكل لون يعني كل لون ليه معدن معين. يعني بصوا كده، هنا لون موف، هنا لون أخضر، هنا اللون تحسوه مدي شوية على أصفر باهت. ف انعكاس الأشعة دي بينعكس معاها الإيه؟ الألوان. فكل لون من الألوان دي بيديني معدن. طب هو مين ده اللي بيساعدني على كده؟ هو برضو الاستشعار عن بعد. تمام، لحد هنا في مشكلة أو حاجة؟ تمام. طيب بعد كده مجال الصيانة وحماية البيئة، قالك إن احنا ازاي نقدر نحافظ على البيئة ديت. قالك البيئة دي هنبدأ شوية إن انت تعرف إن انت هتحافظ عليها ازاي، ودي من خلال الجايس. وهنا بيجي دور الجايس او نظم المعلومات الجغرافيه. طب ازاي؟ قالك من خلال التوزيع الجغرافي لانماط البيئات. يعني هتبدا ان انت تشوف هي البيئه اللي انت
عاوز تعرف حصل فيها صيانة أو لأ، دي نوعها إيه، بيئة زراعية، بيئة ساحلية، بيئة صحراوية. طيب هنجيب خرائط لمنطقة قديمة والمنطقة دلوقتي، يعني نفس المنطقة دي زمان والمنطقة دي دلوقتي، تبدأ تشوف تتبع لو في حصل تغيرات ولا لأ. يعني هل المنطقة دي حصل فيها تغيرات؟ طب هل التغيرات اللي حصلت دي أثرت عليها أو على المناطق المجاورة ليها؟ طب الحاجات دي كلها أقدر أقارنها إزاي؟ هنقدر نقارنها من خلال صور الخرائط. هيجي يقول لك طب أنا صور الخرائط دي هجيبها منين؟ هقول لك من الجايس. زي إني مثلا لو جاب لي منطقة لولاية نيو جيرسي اللي في أمريكا، قال لي ديت حصل فيه تآكل شواطئ. يعني إيه تآكل الشاطئ؟ يعني هنلاقي إن المية شالت الرملة خالص وبقت داخلة على البيوت، دي اسمها كده تآكل الشواطئ. طب هي دي حصلت نتيجة تغير مناخي، تمام. يبقى احنا كده اتكلمنا ان عندي موارد مائية، مصادر طاقة، الاتنين بيتكلموا عن الار اس او باهتمامهم اكتر بالاستشارة عن بعض، صيانة البيئة وحمايتها، ده جي اي اس، تمام. طيب عندنا سؤال تاني، وده ممكن يجي لنا فيما تفسر تعد التنمية الاقتصادية من أهم مجالات التنمية اللي بيسعى إليها المخطط. إزاي التنمية الاقتصادية دي من أهم المجالات اللي المخطط بيبدأ يدور عليها؟ لأن أنا لو وفرت مستوى اقتصادي أفضل للسكان. بمعنى إيه؟ زي إن إحنا اتفقنا إن المرئية الفضائية أو الاستشارة عن بعد بيبدأ إن هو يديني مرئيات فضائية، يعني هيصور لي الأماكن، ومن بعد كده بروح مدياها لي الجي اي اس او نظم المعلومات الجغرافيه، هينتج لي الخرائط دي. فبيبدا ينتجها لي ازاي؟ يا اما خريطه غطاء ارضي، يا اما خريطه استخدام ارض. بمعنى خريطه غطاء ارضي زي ما اتفقنا هيوضح نوع الظاهره الموجوده في الارض، يعني هل الارض دي فيها بحيره ولا فيها اشجار ولا فيها غابات ولا فيها برك ولا بحيرات، يعني ايه اللي مغطي الارض. أمال استخدام الأرض يعني إحنا كبشر استخدمنا أو استهلكنا الأرض دي إزاي؟ من اسمها كده استخدام، يبقى البشر هم اللي إيه؟ ابتدوا استخدموها. قالك إن المنطقة دي استخدمتها قطاع صناعي ولا زراعي ولا سكني ولا تجاري ولا تعليمي ولا صحي، ولا أنت استخدمتها في إيه بالظبط؟ افتكروها غطاء يبقى إيه اللي مغطي الأرض؟ إنما استخدام إحنا كبشر استخدمناها في إيه؟ تمام؟ ودي من أهم المجالات التنمية الاقتصادية. بعد كده استخدمنا التقنيات الحديثة في الزراعة والتنمية الزراعية. إزاي؟ إيه العلاقة بين التقنيات الحديثة والتنمية الزراعية؟ هو التقنيات الحديثة هتساعد إزاي في مجال الزراعة؟ قالك أول حاجة كده، ما أنت القمر الصناعي لما بيجي يصور بيبدأ يصور لو في أي حاجة بتحصل في الأرض، فممكن يحصل إن يتنبأوا انتاجية اي محصول قبل حصاده، يعني يبتدي وهو بيصور الارض يعرفني ان المحصول دوت مثلا قرب يخلص او اتحصد ونمو خلاص، يعني كبر نقدر نشيله دلوقتي. او نقدر برضو من خلال القمر الصناعي نتنبأ لو في تغير في المناخ، فعلشان نحمي الارض الزراعية بتاعتنا. يبقى اول حاجة نتنبأ بانتاجية المحصول، نتنبأ بالتقلبات المناخية، هنرصد أي حالة تعدي على الأرض الزراعية، يعني لو في أي حد هيبتدي إن هو يعمل تجريف تربة، يبني بيوت على الأراضي الزراعية، نبدأ نسن القوانين. برضو من خلال القمر الصناعي هنبتدي، أو الاستشعار عن بعد، هنبتدي إن احنا نشوف الأماكن اللي فيه محاصيل زراعية مصابة بالأمراض. في بعض المحاصيل المصابة بالأمراض بسبب الحشرات، فنبدأ إن احنا نكشف عليها أو نعرف يعني إن المحاصيل دي متصابة. طبعا النقطة الأهم إن هو الاستشارة عن بعد بيبدأ يعرف لي الأماكن اللي فيها الترع والمصارف، الأماكن اللي فيها حشائش مائية، لأن طبعا الحشائش المائية دي بتأثر شوية على حركة الملاحة، يعني الحركة بتاعت السفن وهي ماشية دي بتأثر عليها. يبقى التقنيات الحديثة والزراعة كله تنبؤ، انت هنتنبأ بالمحصول، هنتنبأ بالتغير المناخي، هنرصد لو في حالة تعدي زي زحف عمراني، هنرصد برضو عن الكشف المحاصيل الزراعية عن إصابة بأي مرض، تمام؟
طب الصناعة، ايه علاقة التقنيات الحديثة بالصناعة؟ قال لك هتبدأ ان انت تشوفه هنوزع المواد الخام، يعني نبدأ نشوف المادة الخام اصلا موجودة فين، هنبتدي نشوف السوق اللي محتاج المنتج الصناعي ده او مش متوفر فيه المنتج الصناعي ده. طيب هل السوق قريب من المادة، من المكان اللي هنتج فيه المادة الخام ولا لا؟ ابتدي ادور على مكان قريب ليه، هحتاج يعني ابتدي ان انا اختار انسب المواقع اللي اقدر احط فيها الصناعة بتاعتي، ان يكون السوق قريب من المكان الانتاج، ان يكون السوق مش موجود فيه اصلا الخامة او الانتاج اللي انا هحطه فيه، المادة الخام اللي انا هنزلها السوق ما تكونش موجودة في السوق ده او مش منتشرة فيه. طيب مين اللي هيساعدني ان انا اعرف الحاجات دي كلها؟ التقنيات الحديثة. لحد هنا تمام؟ تمام. طيب ازاي تستخدموا بقى التقنيات الحديثة في مجال السياحة واكتشاف الآثار؟ طبعا الصور الجوية والفضائية بيقدر يساعدني ان انا احدد انسب المواقع. وهنا لحظة بس، الصور الجوية والصور الفضائية، الصور الفضائية بقى انت بتتكلم عن الار اس، الصور الجوية اللي هي بتتكلم عن الكاميرا عادي، يعني الطيارة اللي الكاميرا اللي متثبتة في بطن الطيارة فبتبدأ تمشي تصور لي صور جوية من خلال الطيارة. إنما الفضائي اللي هو الإيه؟ القمر الصناعي، ده خلينا مركزين فيها. طيب هيبتدي إن كل واحدة فيهم لما تيجي تصور لي هتبدأ تصور لي الأماكن اللي فيها سياحة، هنبدأ لو في أماكن سياحية ما نعرفهاش هتبدأ تكشفني عن الأماكن السياحية دي، يبقى من خلال صور جوية وفضائية، من خلال الطيارة والقمر الصناعي وليست الـ GIS. تمام. طب احنا كبشر التقنيات الحديثة ازاي بتأثر في التنمية البشرية؟ قال لك اول حاجة في المجال العمراني او النمو العمراني، قال لك انت دلوقتي الـ GIS بقى هنبدأ نشتغل هنا GIS اللي هو نظم معلومات الجغرافية. الدراسات الجغرافية بتوفر قاعدة بيانات، قاعدة البيانات اللي هي الخرائط دي هي اللي دي اللي بتساعد إن المتخذ القرار يساعده إن هو يحدد الشكل اللي عايزه، شكل أو التخطيط العمراني اللي عايزه، هيبني التجمع العمراني أو المنطقة السكنية أو الكامباوند اللي عاوز يبنيه هيبنيه فين. طب ده قالك من خلال ايه؟ قالك ده بقى من خلال الجي اي اس او نظم المعلومات الجغرافيه. هات نظم المعلومات الجغرافيه، ابدا هات لي بقى المكان ده من مثلا من 10 سنين وهات لي المكان ده دلوقتي. طب ليه؟ قالك علشان ابدا ان انا اختار هل المكان ده مناسب اعمل عليه منطقه سكنيه ولا لا. طيب ممكن يحصل بعد كده مثلا اضرار في المنطقه دي ولا لا. فطب مين اللي هيساعدني في ان انا احدد اشكال التخطيط العمراني او ان انا احدد الاتجاهات بتاعة العمران بتاعتي؟ هي المرئيات الفضائية، يعني الصور اللي اتصورتها من القمر الصناعي ووديتها للجي اي اس يحللها ويعالجها. طيب اخر حاجه، التقنيات الحديثه والخدمات الطبيه، ودي طبعا نقطه مهمه جدا لان بسبب التقنيات الحديثه قدرنا ان احنا نكتشف عن الامراض اللي بتنتشر ونسبه المصابين وهل في مستشفيات في كل الاماكن ولا لا. طب ايه الاقرب وحدات اسعاف عندنا؟ طب في طرق اسرع ليها ولا لا؟ طبعا زي الجي بي اس والحاجات دي والطرق البديله، ده كله الجي بي اس بيبدا ان هو يوفره. بنبدأ برضو نحدد المناطق المحرومة من الخدمات الطبية أو الصحية ونبدأ إن احنا ننميها أو نحط فيها وحدات صحية خلاويص. في حاجة في اللي احنا قلناها قدام صعبة؟
ايه الصمت ده يا ولاد؟ تمام يا بس. طب يلا يلا يا يسر، بكلم نفسي معاكم. يعد إنتاج قاعدة بيانات تخص تطوير إيراد نهر النيل أحد نتائج استخدام نظم المعلومات الجغرافية فيه الاقتصادية. ماشي يلا يا حبيبي. إيه النجاح التعرف على أسباب انتشار وباء كورونا والحمى لا الكلوية عندي سؤال، نتيجة استخدام التقنيات الحديثة في مجال اللي هي الصحي أسباب انتشار وباء كورونا، انتي قلتيها. طيب عشان مش سامعة، لما انتي قلتي إجابة حبيبة ايه؟ اللي هو مجال هو مجال الخدمات الطبية الصحية. ايوه. طب ما هو ده ايه؟ بشري. عمران، بصوا، عمران صحة بشري، بصوا كده نرجع لأول خطوة. عمران صحة بشري، عمران صحة تعليم. طب الاقتصادي زراعة صناعة سياحة. البيئي موارد مية مصادر طاقة صيانة وحماية. أنا كده كده هبعت لكم البي دي اف ده تذاكروا منه. يلا يبقى كده ايه؟ بشري. أي معماري من نتائج استخدام التقنيات الحديثة في التنمية الزراعية. هي مش باك ومش دال. ألف هو عايز لا يعرف بس النتيجة المترتبة، النتيجة اللي ترتبت على استخدام التقنيات الحديثة في الزراعة ترتب عليها ايه؟ ها؟ ميم تحديد اتجاهات النمو العمراني للكرة الزراعية. طب ليه؟ مش هو بتساعد في الرصد حدث التعدي على الأراضي الزراعية؟ طيب طب جيم فهتبقى لغة الزحف العمراني. ماشي اوكي تمام. لا انا عايزه اعرف انتي جبتيها ازاي، يعني انتي فكرتي فيها من اي نقطه؟ انا حسيت الاجابه غلط عشان كده لا اتصدقت. لا انا عايزه اعرف انتي جبتيها فكرتي فيها من اي نقطه بس. يلا يا حبيبه. تعلم متابعة ذوبان الجليد في الكمباين الشمالي والجنوبي إحدى استخدامات التقنيات في المجال. البحث عن موارد المياه. ماشي تمام، لان ديت كده هيبقى مياه جوفيه لانها هترتفع منسوب المياه. اوكي يلا يا يسر. يمكن زيادة إنتاج مصر المعدني من خلال استخدام التقنيات في مجال تنمية الموارد. الاقتصادية لا البيئية. بيئي، احنا قلنا معادن، مصادر طاقة، موارد مائية، صيانة وحماية بيئي، بيئية تمام. طيب يلا يا حبيبة. دراسة المواد الخام الزراعية ده اهتمام مجال ايه؟ تنمية زراعية. ماشي يلا يا يسر. تعرف
عبر الصورة المقابلة عن استخدام التقنيات الحديثة فيه؟ لسه في نص. ده الإشعاع الشمسي لما بيجي يوصل للأرض عشان ينعكس الضوء. البحث عن موارد البيئة. برافو، اللي هي مصادر الطاقة. تمام، شاطرين. يلا هنحدد أقرب وحدة إسعاف باستخدام إيه؟ نظام تحليل المواقف. من السما. ماشي، كمان نظام تحليل المواقف علينا برافو، الاحتياج تمام، الجريئة. صح. يلا، العنصر الأكثر أهمية في تحديد أماكن المصادر ومصادر الطاقة. الشمس. صح. يلا، أثر العواصم الترابية والرملية التي تحدث في مصر في الربيع بوضوح على أحد مجالات المياه وهو مارد إيه؟ بي اوكي، اللي هي صيانة حماية. ماشي، يظل اختلاف الأشعة المنعكسة من الأوزاع ده اختلاف المكونات الصخرية. ايه اختلاف المكونات الصخرية. ماشي. طب ثواني كده، ارجعوا لسؤال 10. بيظهر أثر العواصف الترابية والرملية التي تحدث في فصل الربيع على إحدى مجالات التنمية وهو إيه؟ هو بيأثر على إيه؟ الزراعة. الزراعة، لأنه قال لي أثر، فأنت التراب والرملة دي بتروح ممكن تعمل لي الأراضي الزراعية تصحر أصلا، يبقى الزراعة. تمام، يلا، ساعة تحديد أماكن شكوك والانكسارات في شق العينات في مجال التنمية. صيانة البيئة. بيئة عشان يبحث عن الموارد المية. ماشي، إذا وجدت يلا، خريطة لقارة أفريقيا موضحة لها بحيرات المنابع الاستوائية فإنها تعبر عن خرائط. الغطاء الأرضي. خطأ عشان دي بحيرة مش نشاط بشري. ماشي، يلا، تعرف مناطق انتشار الغابة بشكل عام يمكن الاستعانة بخريطة. الغطاء الأرضي. تمام، التعرف على التغيرات الجغرافية في منطقة المعمورة والإسكندرية. من فوائد استخدام التقنيات الحديثة في هنعرف التغير الجغرافي اللي حصل في المنطقة دي يعني من سنة لسنة. النمو العمراني. اه تمام، يلا، مين هنحدد تمام أماكن المحيط الزراعة من فوائد استخدام الصفر عن بعد في مجال ايه؟ بس انت بيها طب ليه؟ يعني غلط يعني ولا ايه؟ هو انا ليه لما بقول لكم ليه بتقولوا لي ان الاجابه تبقى غلط؟ انا بسأل. الله، عايز اعرف الاجابه اللي انتوا بتقولوها ليه. طيب هي ممكن تبقى الموارد البيئية هي مهمة عشان بتوضح الشقوق والانكسارات وبرضه بتوضح في مجال البحث والتنقيب ومجال الصيانة وحماية البيئة.
هو هنا اوكي عايز يبقى يبص وعايز يحدد اماكن الزراعه. قال لك فدي فايده في الاستشاره عن بعد في مجال ايه، ان انت تحددي الاماكن اللي موجود فيها زراعه. أنا كنت غلط. انا عايز احدد اماكن الزراعه، دي احد فوائد استخدام الاستشاره عن بعد في مجال. ايه الافاده اللي في اي مجال من المجالات دي اللي يعني في مجال فايده التنمية الاستشاره عن الاقتصادية، بعد؟ ايه في مجال التنمية الاقتصادية، الاقتصاديه دي جبت منين الاقتصاديه؟ مش هو التنمية الزراعية في التنمية الاقتصادية؟ ماشي في الاقتصاد، ماشي. انا هنا بقى احنا عايزين نعرف ده في اي مجال من المجالات ديت. اقول انا بس انا عايزه اعرف اجابتكم كنت الاول. يعني السنت فيها غلط. غلط. طيب بحث عن ايه؟ هي صيانة البيئة. طب ما انا تبقى ازاي النمو العمراني او التنمية الصناعية بقى؟ ازاي؟ اقول لكم ارجعوا بقى خطوة كده، بصوا انا لما باجي احدد التقنيات في النمو العمراني ببتدي ان انا اشوف ايه انسب الاماكن اللي هقدر ابني فيها، وهتنبأ بالاماكن زي ان انا اجيب المنطقه دي زمان والمنطقه دي دلوقتي. فقال لي ان المنطقتين زي ما هي مرئيتين فضيتين، دول بيوضحوا ان المنطقه كانت الاول عباره عن اراضي زراعيه اتحولت لمناطق عمرانيه. طب نرجع بقى لتاني خطوة للسؤال. أنا أحدد أماكن الزراعة، هو عايزك تحددي أماكن الزراعة علشان نبعد عنها في النمو العمراني، لأن هو بيقولك أنت كده حددتي أماكنك بتاعة الزراعة، تمام؟ أه أنا حددتها. ده بقى هيفيد الاستشارة عن بعد في إيه؟ يعني أنت حددتي أماكن الزراعة، ده هيفيدك أنت في إيه؟ هيفيدني في إن أنا أحمي البيئة؟ طب هيفيدني إن أنا أبحث عن مية؟ هيفيدني ان انا في النمو العمراني ان انا اعرف ان الاماكن دي مجال عمراني فانا مش هاجي جنبه، سوري مجال زراعي فانا مش هاجي جنبه. انتوا فهمتوها؟ فهمتوا فكرة السؤال؟ طيب تعالوا كده نحل كام سؤال تاني. ظاهرة برد النيل احدى المشكلات اللي تواجه البيئة وتدخل في مجال الزراعة، اهتمام ايه؟ الزراعي ماشي. يلا أرانا أهم الأطباق اختيار المكان المناسب للعيادات الجديدة، لأن ذلك من إمكانيات التقنيات في المجال الخدمات الطبية. ايه سويني فرنشال اصلا البتاع. اوكي لو اراد احد الاطباء العيادة قلتي ايه؟ خدمات طبية. ماشي يلا. زراعة منطقة شارع العوينات احدى نتائج استخدام التقنيات الحديثة في مجال ايه؟ هي دي فيها معادن؟ ايه شقة الهوينات دي فيها ايه؟ منطقة زراعة منطقة شرق العوينات؟ شرق العوينات دي منطقة زراعة، هنزرعها هنبتدي نعمل لها استصلاح
وزراعة. صيانة البيئة. التنمية الزراعية. لا حددي. التنمية الزراعية. صح ماشي. إذا كنت من ساكني الواحات المصرية ورغبت في استصلاح قطعة أرض زراعية، فإنك تعتمد على التقنيات الحديثة في مجال. لو أنا عايزة أعمل استصلاح لمنطقة أرض زراعية، يبقى أنا هروح لمين؟ سنت البيئة. ماشي تمام. عشان اتابع الاختلاف اللي حصل في المنطقة بتاعت المنطقة اللي هي تأكل الشواطئ اللي انا قلت لكم عليها، فدي تنمية ايه؟ صيانة البيئة. صيانة البيئة. صح. طيب الصورة دي بتشير الى استخدام التقنيات الحديثة في مجال اهتمينا بالمنطقة. وبص بقى شكلها نضيف ازاي. اقتصادية. أنا لاحظت صمت سكت، مش عارفة أنا سكت ليه. فكري تاني كده. وانتي قلتي ايه؟ انت اقتصادية. طب ليه ما تكونش تنمية بيئية؟ ليه ما تكونش صيانة لسه البيئة؟ كنت هقولها دلوقتي تاني. مش هي تبقى طيب تبع صيانة وحماية البيئة عشان تحسنها وكده يعني ولا ايه؟ ايه؟ هتبقى ما انا صيانة بقولك ليه البيئة ما أحسن تكونش منها. صيانة البيئة؟ ما انا لسه قايلة ليه ما تكونش صيانة البيئة؟ أيوة أنا كنت لسه هقولها أول ما حضرتك تقول يعني. الصورة المقابلة التي ترتبط بالتقنيات الحديثة في مجال. هو ايه ده اصلا؟ ده يعتبر بترول بننقله زي حركة يعني الصناعة في نقل التجارة والصناعة في المية، مناطق بنستخرج منها معادن. سميت مارب بيئية. تمام. طيب خدوا سكرين كده، عايزاكم تعملوا دوالي اللي هما يعتبر 7 أسئلة. تمام. اوكي ماشي كده. ان شاء الله المرة اللي جاية هنحل طبعا على البتاع ده، احنا حلينا بس كام سؤال كده صغيرين.